ادخل. السلام عليك يا أبا ثويل. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخبريني يا أم الأولاد، كيف حال ولدنا ماجد؟ الحمد لله، لقد أفاق وتعافى، بل وطلب طعاما وشرابا. حقا؟ ربي أوزاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ما كان يجب أن تطاوعه وتعطي له بيتا يقيم فيه وحده؟ لابد أن يكون أحد ساهرا دوما على رعايته. كيف يا أم الأولاد؟ كيف وقد بلغ سن الرشد واستحق أن يستقل بمنزل وخيل؟ أليس مثل سائر إخوته؟ نعم نعم، لكن أخبرني، كيف طوعتك نفسك وأنت سلطان البلاد أن تبحر إلينا في هذا الزورق الذي لا يناسب مقامك؟ جلفدان، سلطان البلاد أب قبل كل شيء. دعيني أدخل عليه ليطمئن قلبي، فإن وجدته قد تعافى فإني سأدعوكم لقضاء يوم عندي في بيت الساحل. تعالي معي. جهزت طعام الأولاد؟ نعم يا مولاي. الخبز يا حمدان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حمدان؟ نعم يا مولاي. أين مبارك؟ إني لا أراه في الخدمة اليوم.
إنه متغيب منذ الأمس يا مولاي. متغيب؟ لماذا؟ لقد رزقه الله بمولود جديد. مولود جديد؟ هو مبارك ومبارك على مبارك أيضا. سيدي السلطان، لم أكن أتوقع قدومكم، لكني أود أن أعتذر عن تغيبي، فإن زوجتي قد... لا عليك يا مبارك، لا عليك. ما بك يا رجل؟ أنسيت واجبات الضيافة؟ هل سأبقى أنتظر طويلا هنا؟ عفوا يا مولاي، لكن داري أعني كوخي بسيط ولا يليق بمقامكم. لا بأس عليك يا مبارك، ولكنه فيه من الكرم ما يكفي. تفضل تفضل يا مولاي. مرحبا مرحبا. يا الله، شرفتم كوخي البسيط. قل لي يا مبارك، ماذا اسميك ولدك؟ احمد يا سيدي. بارك الله لك فيه، ارني اياه يا مبارك. سلطان البلاد يمسك بولدي؟ ماذا دهاك يا رجل؟ هيا تحرك. امرك مولاي، امرك مولاي. شكرا يا مولاي.
السلام ورحمة الله وبركاته على والدنا السلطان. أهلا برغش. أهلا بولدي. السلام عليكم. اجلس. شكرا يا والدي. كيف هي صحتك؟ أحمد الله تعالى على كل حال. الحمد لله الحمد لله. وما هي أخبار أمك وأخوتك؟ هم بخير والحمد لله. لقد جئت أعرض على سلطان البلاد أحوال المزارع وما وصلني من تقارير من نظارها عن محصول القرنفل. هاتي ما عندك. لقد أخبرني الوزراء أن 45 مزرعة قد فاءت جميعها بالخير، وأن تقديرات جمع القرنفل بعد نضجه وحصاده تشير أنه سيعود على خزينة البلاد بالخير الكثير إن شاء الله. أحسنت وأحسنوا جميعا. وماذا بعد؟ يعلم والدي أن قوام العمل الاقتصادي في تلك المزارع بل وفي جزيرة زنجبار هو العمال، أهالي زنجبار أو بيمبا أو غيرهم من بلاد أفريقيا. وما أريد أن أستفسر عنهم منك يا أبتي، ماذا سيكون الأمر عليه بعد أن علمت أنك لن تمنع طلب بريطانيا وغيرها من عتق لهؤلاء العمال الزنوج؟ إني لا أتصور كيف ستكون الحياة وقد انطلق الآلاف منهم دون عمل فجأة، ولم يجدوا ما يكفيهم من طعام وشراب. ألا يمكن يا والدي أن يتجهوا إلى السرقة أو الشغب؟ تفكيرك سليم يا برغش، ولكن احتمالات حدوثه غير واردة. وكيف ذلك يا والدي؟ أعلم يا ولدي أن ما وافقت عليه لبريطانيا حتى لا يفسد ما بيننا من معاهدات تجارية. هذا الشيء يا برغش سيكون قاصرا فقط على منع الرعايا الإنجليز من تملك الرقيق. هي كحكومة تستطيع أن تمنع رعاياها من مزاولة ما تعتقد أنه خطأ، ولكنها في الوقت ذاته لا تملك الحق في أن تفرض رأيها وإرادتها على حكومة بلادي. أما تخيلك لما يمكن أن يحدث لو انفلت زمام هؤلاء وعاثوا في أنحاء الجزيرة الفساد، فهذا ما لا يمكن أن يحدث أبدا يا برغش، أنا متأكد من ذلك، لأن رعاياي حكاما ومحكومين طيبو القلب يا ولدي، هم هكذا بالسليقة، ولن يرضى طرف أن يستغني عن الآخر، فلا المالك سيهون عليه أن يعذب أو يجوع من يمتلكه، ولا المملوك في الوقت ذاته سيفكر أو يقبل أن ينسلخ عن سيده وقد اعتاد منه حسن المعاملة بالإضافة إلى طعامه وشرابه. لقد أذهب كلامكم من روع عن قلبي يا أبتي. البلدان الأوروبية يا ولدي في غمار دعوتها الإنسانية لتحرير هؤلاء العمال وعتقهم قد فاتها شيء مهم ليس من اليسير أن نوضحه لهم. وما هو؟ نحن مسلمون يا ولدي، والإسلام هو دين التكامل والحب والرحمة، وقد حدد لنا حالات العتق وحالات التملك. فما يسألك منهم أخبره بأن نمط وأسلوب حياتكم يختلف تماما عن طريقة حياتنا. لكم دينكم ولي دين، ومع ذلك يا ولدي فلعله من المهم أن تعرف أنني قد أصدرت أوامري بتحريم هذه التجارة نهائيا، وشددت على قادة قواتي في كل أنحاء بلادي بترصد القراصنة الذين يقومون باختطاف هؤلاء العمال واستجلابهم من بلادهم. أحسنت يا والدي، ولقد جاء مردود هذا سريعا، فلقد بلغني من صحفهم أن مجلس العموم البريطاني قد أشاد بجهود السيد سعيد في مجال محاربة تجارة الرقيق، وأن مصالحهم قد التقت مع ما يفعله من خير. الحمد لله يا ولدي، الحمد لله على كل شيء. دعنا من هذا الآن واستمع إلى ما سأكلفك به. أوامر السيد سعيد. اختر بنفسك بعضا من أفضل البحارة والملاحين والرجال الأشداء
واشرف بنفسك على إعداد وتجهيز السفينة سلطانة. سأفعل، ولكن هل لي أن أعرف لما؟ ستكون أول سفينة عربية ترسو على شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية يا ولدي. لقد وقع اختياري عليك يا أحمد بن نعمان لتكون أول مبعوث لي على متن السفينة سلطانة التي ستسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا تشريف وتكريم لشخصي يا مولاي. إن هدف الرحلة ليس فقط توطيد علاقات الصداقة وإثبات ما بيننا من معاهدات، وإنما أيضا ستكون رحلة تجارية. ستحمل السفينة سلطانة على متنها 1000 من أجولة التمر العماني الشهير، و20 بالة من السجاد الإيراني، و100 كيس من بني مخة، و50 زوجا من أنياب العاج، و40 زوجا من أجولة الصمغ الكوبال، و70 زوجا من أجولة القرنفل. هل هناك شيء بعد يا كبير التجار؟ هناك يا سيدي أيضا 500 زوجا من جلود الحيوانات المجففة. لا بأس، سآمر بنقلها على متن السفينة. هذا عظيم يا سيدي سلطان عمان وزنجبار، وستكون تجارة رابحة إن شاء الله تعالى. ولكن اسمحوا لي يا مولاي أن أقدم لكم واحدا من رعاياكم يريد أن يتشرف بلقائكم قبل رحيلنا. من هو؟ هو معجزة للشباب. إنه بحار عماني أصيل يدعى محمد بن جمعة، وهو على علم بالأرصاد والأفلاك، ولقد درس واطلع في كتب الأولين على خطوط السير والملاحة. وأعتقد يا مولاي، أعتقد أن وجوده معنا سيكون مفيدا لنا، بالإضافة طبعا إلى قبطان السفينة ويليام سليمان. حسن، وأين هو حفيد بن ماجد هذا؟ إنه بالباب يا مولاي، ينتظر إذن المثول في مجلسكم الكريم. أدخلوه. السلام عليكم يا مولاي، وعليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا محمد. شكرا يا مولاي. قل لي، ألا تخشى هذه السفرة الطويلة الخطرة؟ مولاي، أكاد أجزم أنني قد رأيت في منامي كل درب في بحر الأهوال الذي يفصلنا عن أمريكا. إذن فأنت بحار أصيل كما حدثني عنك أحمد بن نعمان. لقد جبت تقريبا يا مولاي معظم البحار التي تقع فيها أطراف ممتلكات بلادنا، ولا توجد سفينة في أسطولكم الكبير لم أركبها. ولكن الوصول على متن السفينة سلطانة إلى نيويورك ليس بالأمر اليسير حتى على ربان محنك مثل ويليام سليمان. إن معي ربي سيهدين، ويشرفني أن أكون في خدمة مولاي سلطان عمان وزنجبار، ويسعدني أن أصحب سيدي أحمد بن نعمان. هذا الرجل ليس شجاعا فحسب، وإنما عنيد أيضا. شكرا يا مولاي. إذن وعلى بركة الله، ابدأوا رحلتكم من الغد.
أيها الربان وليم. نعم نعم يا سيدي. كم ستستغرق رحلة الوصول إلى نيويورك ثم العودة؟ لن تقل عن 10 أشهر. وهل تتوقع متاعب مع أمواج المحيط الأطلنطي؟ هو بحر شرس وكل شيء جائز. إذن على بركة الله. شكرا يا وليام.
أهلا ومرحبا بأول مبعوث عماني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا ومرحبا بك. نيابة عن السيد سعيد بن سلطان، سلطان عمان وزنجبار، أشكركم على حسن حفاوتكم بنا. هذا واجب علينا. واسمح لي يا مستر فريدريك، باعتبارك محافظ بروكلين، أن أنقل تحيات السيد سعيد إليك وإلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كلفني أن أتولى رئاسة هذه البعثة التجارية المتمثلة في حمولة السفينة سلطان. وأما ما نراه الآن فهي هدايا شخصية من السيد سعيد إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مستر فان بوريك. أما هذان الجوادان العربيان الأصيلان فهما انتقاء السيد سعيد بنفسه تقديرا منه لرئيسكم. شكرا لكم. كان على هذه الرحلة أن تتم منتزما كي نتعرف وعن كثب على الشخصية العربية أكثر فأكثر. نأمل ذلك في المستقبل. إن صيت سلطان بلادكم يملأ اليوم أرجاء فرنسا وبريطانيا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. العيب فينا نحن الأمريكيين لأننا لم نقم علاقات جوار مع أحد من سكان الجزيرة العربية. تفضل تفضل إلى دار الضيافة، وكما تقولون على الرحب والسعة. عفوا يا مستر فريدريك، بل هي على الرحب والسعة. تفضل. رحمك الله يا محمد بن جمعة. رحمك الله. إذن هو الذي أنقذ سلطانة حتى وصلت سالمة إلى نيويورك. نعم يا مولاي، لم يفعل رحمه الله سوى ما أملاه عليه واجبه. إن لله وإنا إليه راجعون. يا أحمد، حدثنا عن رحلتك. إن الناس في أمريكا قد بهروا بنا يا مولاي، فلم يكن يخطر ببالهم أن يصل عربي من أقصى الدنيا إلى أرضهم، وقد نجحنا والحمد لله في إعطاء صورة مشرفة لكم ولبلادنا. لهذا كان ظني في محله عندما أرسلتك مبعوثا لي إليهم. وبفضل الله أراجت بضائعنا هنالك وربحت تجارتنا يا مولاي، وقد عدنا ببضائع هي 125 بالة من الملاءات الرمادية تسمى ميركاني، 24 ثوبا
من قماش قرمزي اللون، وثلاث عشرة حقيبة من الخرز الأحمر والأبيض والأزرق، وعشرون دستة من القماش المطبوع، بالإضافة إلى 300 بندقية. أما هدايا السيد فان بورن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشخصية إليكم، فقد كانت باخرة كبيرة مؤثثة بأثاث فاخر، إلى جانب أربعة مسدسات وبندقيتين تلقائيتي الدوران. حمدا لله على سلامتكم يا أحمد، وشكرا لله على توفيقنا ونجاحنا. مولاي، إنها رسالة من الحكومة الفرنسية تخبرني بها بأنها سترسل مبعوثا، لأنها هي الأخرى ترغب في أن تعقد معنا معاهدة تجارية. يبدو مولاي السلطان أن صدى عقد الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة أولا ثم مع بريطانيا ثانيا قد دفع بفرنسا على أن تحرص هي الأخرى ألا تفوتها فرصة توطيد العلاقات معنا مثل سائر البلدان الكبرى. هذا ما أراه فعلا يا برغش يا ولدي، وسوف أجتمع مع المندوب الفرنسي حالما يصل لأرى ماذا يحمل. أرجو أن تكون زنجبار قد حازت على إعجابك يا ميسيو بوارد. الحقيقة لم أكن أتخيل أنها بمثل كل هذا النشاط والحيوية التجارية، كما أن الجو في بلادكم سيد السلطان سعيد رائع، رائع فعلا. شكرا يا ميسيو بوارد، فهمت من رسالة حكومتك أنها ترغب في عقد اتفاقية تجارية معنا على غرار معاهدتي بريطانيا وأمريكا. الحقيقة أن نشاطكم وعلاقتكم معنا قديمة وممتدة، فنحن لا ننسى أن السفن التي كانت تحط في جزيرة موريشيوس التابعة لنا في المحيط الهندي كانت سفنا عمانية، إلا أننا تساءلنا إن كان السلطان سعيد يؤثر الإنجليز علينا مع أننا وهم ثقافتنا وأصولنا واحدة إنها اللاتينية. لا يا مسيو بوارد، الأمر ليس كذلك، ربما لم تأتي الفرصة المناسبة، وربما كنتم أنتم في حالة تردد حتى تروا مدى نجاحنا في التزام ما تعاهدنا عليه في الاتفاقيتين. على أي حال يا مسيو بوارد، أرحب بك وبحكومة بلادك. إذن لن نضيع الوقت بعد الآن، وأنا جاهز لتوقيع المعاهدة على أن تكون معاهدة تجارية، وأيضا يسري عليها بالنسبة للقناصل مثل ما عقدتموه مع الإنجليز.
أهلا بك في زنجبار يا مسيو بوارد. شكرا شكرا سيد السلطان. مولاي. خير يا أبنائي، ما بكما؟ لماذا تركتما القصر والأخواتي أثناء غيابي؟ نحمد الله أننا قد لحقنا بكم. لابد أن الأمر خطير. هو كذلك يا أبي، بلغنا أخبار من أخينا ثويني في مسقط أن ثمة اضطرابات في بندر عباس. يبدو أن الفرس يعاودون الكرة في محاولة لاستعادة هذا الإقليم، متكئين على بعدكم عنهم هنا في زنجبار. لو لم يكن الأمر جديا لكان ثويني قد تصرف بنفسه. لابد من السفر إليهم بنفسي والقيام بحملة تأديبية لهم. برغش ستأتي معي، أما أخوكم خالد فسينوب عني هنا في زنجبار ريثما أعود. الحملة
كانت ناجحة. بقوة الرجال، بصمودهم، بثباتهم، بالثقة، بالولاء، ولولا فضل الله لمن كتب لنا النصر. ثويني، أمرك مولاي. أريدك أن تبقى يقظا يا ولدي، فإن أكبر النار من مستصغر الشرر، ولقد أحسنت صنعا أن أرسلت إلي في زنجبار لمجرد علمك ببدء الاضطرابات في بندر عباس. الحمد لله يا مولاي أن الأمور قد سويت بالحكمة والاتفاق على استئجار ميناء بندر عباس. الحمد لله، الحمد لله. برغش، أوامرك مولاي. تجهز للرحيل يا ولدي، فقد طالت الغيبة عن الأهل هناك في زنجبار. إن شاء الله يا مولاي. غيبة والدنا السلطان منذ رحلتي الأخيرة إلى عمر، أليس هناك أخبار بعد؟ سمعت أمي تقول إن الأمر قد يطول، لأن الحرب هذه المرة ستستغرق وقتا، لكنها ليست من عادة أبينا ألا يرسل إلينا أخباره مع قادة جنوده. لا حرمنا الله منك يا سيد البلاد، لقد ران على البيت بغياب سيده رغم المئات من سكانه. جو كئيب حقا، وزادها وفاة أخينا خالد الذي كان ينوب عن أبي في زنجبار. كان الله في عون أخينا ماجد، إن المسؤولية الملقاة على عاتقه رغم مرضه كبير، ولكن ماذا نفعل؟ ليس لنا سوى الله وماجد نائب السلطان. سفينة السلطان، سفينة السلطان، سفينة السلطان. أبي، أبي، افتحوا الباب لهذا الصياد. أقسم لكم إني شاهدت في عرض البحر صواري أسطول السيد سعيد، وكدت أخوض بمركبي الصغير كي أكون أول مستقبليه، إلا أن البحر قد اشتدت أمواجه فنجوت بشق الأنفس وعدت إلى أزف إليكم البشرى. إذا صدق كلامك فإنه ينبغي أن يكون مساء على الأكثر هنا في زنجبار. هذا إذا هدأت العاصفة يا سيدي ماجد. جهزوا لي مركبين على وجه السرعة، هيا. ماذا؟ أتريد أن تخرج الآن؟ نحن لسنا على استعداد أن نفقد نائب السيد سعيد في غيابه. إنه أبي يا شمسي، إنه أبي قبل أن يكون سيدي سلطان. Thank you.
الشافي هو الله يا سيدي، لكني لا أخفي عليك أن النزيف من جرحه القديم لم يتوقف، وقد زاد النزيف جهاد السفر في حملته الأخيرة. شابا أو عقاقيا تفيد في حالته. هذا صحيح. هيا. لابد أنهم واقفون لا يبرحون مكانهم، وإلا لكانوا خط ظهره. لا فائدة، أنا هنا بجانبك.